مدين. معقل هرم هذا مصلح. ها 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 أرى روحنا ما وش علينا حاجة. وش بعد البكشنا ما شفته ما ريت. وش بعد سواق يا جدتي. نوقة جاز على السعودية. ولا ما شو الأسبوع الجديد نوقة جاز على السعودية. بل إن بتعولك لما طعلنا. وش تطع جواز البجودي الله الله على انتقى صورتك ولا ننسى مديك بنتها. ها؟ الناس يجيك كم بغير البجودي. لا روحنا مو بعلناها. صار انت ذواها. مش خلنا انجا دول جنبي يا جنبي دو قصر يا عم مصلح انا ما قارنش اطلع السعودية شد دعمك بتنا حقتنا انكفرات وادعمك بحق شاب انا مو وقت اجمع على ذي امك عبوش معك كيري شدنا كيري كمان والله ما توكل على سلاباك هل مكني شدي لك شف علك ماذا انا شدي لك مهمة يا ابني لا ادرك انا حاولت اكذب على حال كما يقول لك صاحب الحاجة يكون لسان شد عدل امك وابوك برك اللي عليك عندك وصلت قسم شد وصلك يطرحوا لك للدنيا وبعد مظاهرة اولا عاده عليك شد بك لما تشبع عليك عشو صلي لديني له كفرات وديني مدريمو ودي الحين شد عندك خارج الحين وبعد سهلة لحنا كبش كيف نرجع نطول أنا مش عليا كمان أه نرجع عينها بيننا زهر طول الأكلام أيوة أبا كيف لما الشرط مكحات وقلنا جيت ولد حميد هو اصلا قو خارب انا شدو له انا استرصلحه شدو له حق السلاح وين ما استرش يبوزه يستفيد منه فيوزات ولا كتفات ولا يعاي اقول لك امسح ايدك من ذا الحين الرجال عدو له تعلمه بعدين حتى لو متعلم المفروض ان احنا نجي ندعمه ونشجعه يوم من الايام شي يخدمه القرية وبعدين ما حق لك متعلم ومش العيب انه يتعلم مهنة العيب انه يجلس بدون متعلم ويجزع عمره بلاش لا نفع نفسه ولا نفع اهل القرية ما بقول انتم عاد بينكم فرحه انتم امتم في السادكة ولا انسان عادوا تعلموا ولا ما يعرفش يصلح مش ضروري يا رجال روح لك انت اصلا الياس بين عيونك واص يا لك شغل لنا اغنيه لخبر ما انا مكنت مسجله بسيطه ايش اشغل اهلك انا انصحك انصحك نفسك مش من هذاك اللي كنا نسجلك انا بعلق لك بعدين قاعد يتكلموا عليك من وصل
هو خبر هذا مصيبة اللي مش داري ما أول ما زجر مو معناته القصيدة هذه واحدة توصي ابني يعني شبعان هذا ناس على مستوى توصل الأدب يا ابني بطل الكبر بطل الكبار كون تسمع خالك وعمك وعم هذا مش على قصدك لا قبل لا عزم لحق من هذا أغاني حق الوقت هذا ومن أغاني ذاك حقكم زيت ميت لا اللي قال لا حفهم عن ولا حكيف بالكلام ما أدري إيش موكوز قبل الزلطة موت مصا أنت على جاك شيء فعل نفسك جت علمني أبي أنا أبو الفن وأبو الشعر وأبو القصائد السلام ورحمة الله هذا كما عادش منكم فن هذاك هذا كهلا صياح لا تدري على ولا تدري بأول ولا بآخره أما هذا تدري معنى القصيدة تدري يعني إيش المعنى يجي لك كلمة يعني حتى الأغاني القديمة تلقى على الشعراء على مستوى إلا قضاء وعلماء كان يدي لك الكلمة لا فيها شرك أو فيها خطأ احذفه ودي كلمة على مستوى وهذا يخفيك لك لأنك لا نبقى القاع قاعه يعرف الفن خلاص الله دوق شغلنا الحصي أقول لك لأبو أنت عندك عبو حلا من هذا شغل ما أنا والله أنك أنا اللي شوكت ميزان لا رجح ما يرجعش يلا من شغل يا الله خليك كلمة بسم الله علاك على وجه اللي حتى ما غني لك يكون خير ول لا شر مسر مضار لا حذر من قدر الانسان مهما في عمار احمد الله بما قدر عليك باختيار وصحت عند نطقك يا ضنايا في محذار ما يفيد السجاج فجبير بعد الكسار كيفاش تنسى الحال وين خلفي زاد هرسه لما عالم اخلاق ام عزيز ام عزيز ومع يم ام بيت رياضة حق مجر اقول لك خريب قفل انت ايش تصير تصلح ايش تصير تصلحه هاتوا نصلحه لكن بشرط تحاسب ان صلح وتسامح انقرح يا رجل عاد عادي سهل ابوزو ان صلح انا شا حاسبك وين خريب ولا شيء مسامح حق الله من ذا الحين يا رجل عادي حتى ابو الزول لا تحتاج منه اي حاجه ولا شيء بس زيكو عادي من بغرة ما شجعناك احنا ما نعش شجعك انا اشكرك بكل قوتي حرام للناس مثلك ان المبعثين بالفضاء تصدق هي القمر قمر في دخل غيري ها ساتو خلاص انا شجي لهم متى ما صلح تمام خلاص تمام لكن خلاص يلا تمام وين خراب عادي يا رجال سامحك
الآن الآن نتحدث عن الرياضة في الشحن الدولية. حمود الرسيالي خبرة عدت السنين لشغل متواصل على مدار الساعة لنقل الحمولات الخفيفة والثقيلة والبضائع والعفش باهتمام وخبرة عالية، منذ شحنها من السعودية إلى وقت وصولها إلى الأراضي اليمنية برا وبحرا. حمود الرسيالي التغطية الأوسع لجميع محافظات اليمن في إيصال البضائع، والشريك الآمن لك في النجاح. لا تروح مكان ثاني وخليك مع الرسياني. حرم لي ما صلوح الموت طيب تهنيته. فقهو صح صح يلا خلا شاكي من ولي من لبة الصوت بدمي يغني وامي يغنيش من لبة الصوت. يا عم ابو عزيز صلاح ام بدري بيتي يا خلاص انا قصر لي حقوق ارجوك اكتبها خلاص شغال. انا ابدق البحر بل انك احسن واحد اللي يسهل نيته انا اصلح له كل شيء. سهل سهل انتهنا قعون قولك ما عايش صلحش قول لما صلح سهل قهوة لك تبين منه يا اخي اصلح لي حقوق ارجوك لك قلعة وكاملة 20 سنة. يلا شكرا لك عمل هذا ركبين بس. يلا تمام يلا ركبين احنا مرعية عم بعزيز. مو كمبينو لك كمبينو لبة الصوت كان يغني وما يغني صح؟ اوكي يعني ما هلش الصوت كان ولا لك ما هلش الصوت لبة الصوت هي خلاص اللي يقال تقول لك طبع منه وكالة تمام تمام سلام خلاص 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 ان شاء الله بعدين ولا ذي انا اشد لك حسابك. لا لا عادي عادي الحساب حتى يعني عادي يلا سلام سلام الله يخليك. دي 50-60 ألف نص صغير معاه بوش عاد صغير مرة. بخمسين ألف كان الدوبة بقريه. أنا ما بعقوك شيء زي ما جعجعة وكريه وجيه وسلحة أنا أحسن لك. أنا ما يجيبنا لا لو السوق فحيل ودحيس. يلا الله يوفقك. إن شاء الله ما بدي أعوضك الباري. أنا أقول كشتيش تيبا بامي ولا 120. إيه عاد بنجي لك مليون. أصلا جاهزين بشغلة من خبالتهم من دجال نوزن حاجة وازن قال يحسب كم مكسبه وكم هتعبه وكم هجيئته على قوسك من دم تقرش انت على مليون وخمسمية لا قوي جلوك الحاسر يا بوز كم معك الأول بيعه ما لقى كثيرا بيع وشيره ولا نقل يبخزوا به الله ما بيع لنا ما قوي الدراسين ولا والله ما بيعه ما أريد له لبيه أبني كل حاجة جي سعر فوق وبعد شوف البيع هذا يكون محيسه نيته لما سهل نيتك ربي يبارك لك ويبارك للمشتري ما لقد الشعر ما تشتهي
ما يحصل الناس بعدك ولا مو جالس مراعي لك بالسوق وشي معه جهال معه هذا الشيء مصاري من حلة يقول لي بيع عليك سهل نيتك وعلى الله. هرم ولا لو تعمل لك بأكام تعبيد خمسة كياس بصالة حرم لك تعصل لهنا. ما لو أنا من اللي حق خمسة كياس قنت داري ما معيش ولا لعند مكبرين قالوا يدي لك خمسة كياس بصالة لما قنت تقلعه بيعه له شلو شو الحقه اللي دي هلق خمسة ودي لك الباقي هاو احنا وقت نعمل وهكذا. المشكلة اننا الشين او اللي عيلي شغلة بالسوق احصل منه صح اما هذه ما منه لا فائده ولا شيء خلت تجلس. ما لا لا ما تشتهج دال اي رعوي يترعوي به حتى باقامته. ما لا واللي شديه له يترعوي به هو شضحك علينا ضحكه ما يجيب الصيت مؤجره ولا شدي لنا حاجه ولا شترعوي به. ما لا اجرها لي انا. ما لا اجرها لك لجل رجعت لاحق انا وانت الشعنا واجلس انا وانت مهالجه. ما تهالجش انا وانت ولا انا اللي شترعوي به اللي قلمي صلبين. وقانا ششلة أنا من اللي شحصل منهان. ما لو ما حصلت من أنا رجعت واللي سلفت برطع الديلة. انت لا سهل نيتك والباقي على الله. لا هيش العين. عم مصلح. يلا انزلنا ايش انت اللي بيع الغنم ما نشرقع وحاسبه وكيل الحين كيف لعبك كذا ايش واللي بيع وقعد مش لعب زي زال الحين كيف رعي لك الله اعلم الله المستعان بك يا لا اصلا زين لا نرتس مش ما فكيت هذا سلام يا الله شنو ذا قلت عندك ولا اوه انت ابن بان الله يقولك من أول أجلس بسوقك هنا جنبي لعجل عندك أنا ما حقا لتحيي من الحين لا كذي ولا استمتك أنت ولا استمتك أحلي هذا قال عليش تعال سعود جار عليش يرسل لنا بحق الطائر ونرسل لنا بسيارة بجرى السيارة أي ماذا الحين يجر لك أنا قلت له دبول يا دبول معنا ساعدنا معنا فائد الحين كيف يفعلنا إيغي خاربة خاربة هاي تقول لك من الباب يعني قال الوداع الوداع قاعد يكبك من ساعدة تعجز جنبه تعجز جنبه هيا نحن نلعب وغنما لا لا ما اطلع ولا حاجة عاد أول هجش بين وهضهضني هضهضة ولا عالعز زعمة وصد إلا صد قوم ولو خطب انت مجنون مو تشتبه الزواج بهذه الأوضاع مو شو تأكلي رزقي ورزقي على الله ما لو لو مرضي من لك حق علاج يا أخي تفاعل بالخير ما لو من لك حق مقارن وكنا أدر قلت أجلس لك على ذي حسن بعدها من أن أديك البياس وأنت تشقلب الموتور قاعد معك النص وأخواتي شدوا الباقي هو خبر هذه أيام أحد يدي على أحد بعد محمد أخي لا قال ما يكذبش لا هو يحبك صد كان شدي لك فيزا وطلعك عنده قال عمل لي سنة بعد العراس وبعده شو طلعني عنده إيه هاي لقاش جويك يتحمد الله عدو شي يطلعه إلا شي طلعني قال من أجل أشتغل معه بالمحل إيه هاي يتحمد الله لقاش جويك ويطلعك ناهن عدو شي يدخلك جنبه المحل قال شي طلعني أحسن ميدي واحد من الشارع لا يعرفه ولا يصرفه أنا شطلع أشتغل أنا بالمحل ما له شي طلعك شي قلت شقا معه بلاش وزيادة قنت مذحل قال جويك وزاد طلعك ما الناس فكروا مثلك لا عاش اختربهم ولا شي تزوجهم ولا شي يعملوا حاجة أنا خاصة مقدمة من مكرم مالك
وفيصل الحشين وكافة الأصحاب للعريس الغالي أديب قاسم الحشين بمناسبة زفافي الميمون أنا أقول له ألف ألف مبروك ودام الله سيرو. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نجوان الرزمي.